الظرف كان متوتر برشا في البلاد الكل، ومظاهرات واحتجاجات. حسينا طبعا احنا في الإذاعة أنه الأمور قد تتطور إلى ما هو أسوأ، ولكن كنا ننتظر بين الفينة والأخرى. فكر اللي كان ظرف استثنائي، ظرف استثنائي اللي كانوا التقنين كل مجندين، الأعوان أغلبيتهم مجندين معناها حتى خارج أوقات العمل متاعهم. نتفكر الرئيس المدير العام للإذاعة وقتها كان سي المولدي الهمامي بات لهنا. آخر نشرة نتفكرها مليح نهار الجمعة ماضي ساعة ونص سنة وسامية خلف الله معناتها، كان فيها وقت خطاب بن علي، وكنا نتصور أن الأمور باش تريد بعد الخطاب هذاك وبعد الإجراءات اللي أعلن عليها، ولكن الأمور اتخذت منحة آخر. احنا كصحفيين بقينا معناها نخدمه من غير وقت، معناها وقت مفتوح. 14 جانفي نذكر نهار طويل بديناه من الأول نتبعوا في أخبار شارع حبيب بورقيبة، وننتظر بين الفينة والأخرى إشارات من طرف الإدارة، ولكن العمل تواصل في برامجنا بصورة تكاد تكون شبه طبيعية. وفما حتى معناها أشخاص اللي هم خدموا ديفاكاسيون دوبل معناها خاطر زملائهم ما نجموش يجيبوه. خدمنا صباح وليل وصلنا حتى صبحنا، صرنا نخدموا بالزوز، واحد يمشي يرتاح شوية والآخر يخدم، تخرج تلقى مظاهرات تلقى كرتوش. كان فما إشكال حتى برشا أعوان كيفاش يروحوا لديارهم وكيفاش نجيبوهم من الصباح بكري. وعديناه ذيك الليلة وشفنا برشا حاجات، وديجا من الليلة هذيك يعني بدينا نكتشفوا اللي فما برشا عبيد بدلت مواقفها، وبرشا وجوه بدلت مواقفها من ليلتها، من ليلة 14 جونفي في الليل. يعني معناها البرقيات اللي جينا من وكالة تونس الإفريقية للأنباء هي اللي نعتمدوها كمصادر رسمية، بلاغات وزارة الدفاع، الداخلية، خطابات المخلوع في الوقت ذاك، معناها كنا نعتمدوها وفي نفس الوقت نخبروا على الشيء اللي قاعد يصير ويحيط بينا. خذينا بزمام الأمور وكبنا كل الأحداث. أما أنه بقينا في الإذاعة وتم فسح المجال للمستمعين للمواطنين باش يتكلموا في كل البرامج، وألغينا طبعا البرامج اللي كانت في السير العادي للبرمجة، وفتحنا الخطوط للمستمعين من كل الجهات لكل الناس اللي باش يحكيوا كما يحبوا يحكيوا. كانت فترة انتقالية بطبيعة فيها برشة تجاوز، ولكن هذا ما يمنعش أنه الشعب عبر على الشيء اللي يحب يعبر عليه. هذا تقريبا. وإحنا من القناة القناة ونحلو من أكثر من تلفزة ونحلو في البيسيات ونحاولوا أن نتبعوا أنه نفهموا، وبرشة معطيات وقتها هبطت، هاي طيارة الرئاسة هبطت في مالطا ولا توجه مش عارفة فرنسا وتوجه. حتى الواحد ولا معاش يجي النوم أصلا، معناها حب حكم الخدمة لهنا نسمعوا في كل شيء أو موتة وتزيد تخرج من برا تلقى مظاهرات وكرتوش ودرا شنو. واحد معناها تعديت بريود صعيبة برشا. حاطت المقر الإذاعة هنا في لافايات برجال الأمن والجيش، لأنه يعني نخافوا قد تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، والحمد لله حافظنا على المؤسسة متاعنا وها هي صامدة برغم ما قيل عنها، لأن المؤسسة هذه تفتخر برجالها اللي خدموا في السابق واللي قاعدين يخدموا توا، أنها كانت صمام أمان وكانت مؤسسة وطنية بالحق، لأنها عبرت بصورة أو بأخرى على ما في بلادنا.